بعيداً عن الخرافات التي نسمعها أن الآيفون لا يتشنج، ليس به مشاكل، ليس به أعطاب و و و والعديد من الخرافات والأمور الكثيرة جداً التي نسمعها على مجتمعنا مع الأسف، أجهزة أبل أيضاً بها العديد من المشاكل، من التعليق على لوجو التفاحة إلى الشاشة السوداء إلى تشنج الجهاز بالكامل. جميع مستخدمي هواتف الآيفون سيعرفون جيداً عن ماذا أتحدث، وأنا واحد منهم. هذا البرنامج سيغنيك عن جميع هذه الأمور وسيحل لك جميع مشاكل أجهزة أبل، من الآيفون إلى الآيباد إلى الأبل تي في إلى الماك بوك إلى أي جهاز من أبل في ثوان معدودة. برنامج تينورشير ريبوت. أول شيء وأول ملاحظة سأقولها أن البرنامج مدفوع باشتراك شهري أو سنوي، لكن يوفر لك نسخة مجانية للتجربة فقط بها العديد من الأمور والأشياء المحدودة بالمقارنة مع النسخة المدفوعة بطبيعة الحال. طبعا إذا دخلت إلى موقع البرنامج فالبرنامج يدعم العربية بشكل كلي، وسيوفر لك جميع المشاكل التي يمكن لهذا البرنامج حلها على جهازك الآيفون أو الآيباد أو أي جهاز من أبل، بداية من التعليق على لوجو التفاحة إذا قمت بتحديث الجهاز، أو الشاشة الخاصة بالآيتونز أو شاشة سوداء بالكامل الجهاز لا يشتغل، أو العديد من الكودات التي تظهرها لك أجهزة أبل إذا حدث أي مشكل في الهاردوير، والعديد صراحة من المشاكل التي يمكن لهذا البرنامج حلها بطريقته السحرية. طبعا طريقة اشتغال البرنامج سهلة جدا وبسيطة، فكل ما عليك فعله في الأول هو تحميل البرنامج سواء النسخة المجانية أو النسخة المدفوعة، لك الاختيار بطبيعة الحال، ومن ثم تضغط على ابدأ وسيعطيك خيارين: إصلاح قياسي وإصلاح عميق. طبعا إذا كانت مشكلتك مشكلة بسيطة، التعليق على لوجو التفاحة أو أي شيء من هذا القبيل، فستضغط على إصلاح قياسي. إذا كان مشكل كبير وكود ايرور أو أي شيء ظهر معك في شاشة الآيفون، فهنا ستضغط على إصلاح عميق. طبعا أنا شخصيا سأنصحك في البداية بالذهاب مع إصلاح قياسي، وإذا لم تشتغل معك جرب إصلاح عميق. طبعا إذا ضغطت على هذا الأمر سيتعرف البرنامج على جهازك بطبيعة الحال، تقوم بشبكه على الكمبيوتر الخاص بك عن طريق الكيبل، وتأكد أن الكيبل يكون أصلي بطبيعة الحال، ومن ثم سيعطيك تحميل الفيرموير أو التحديث الخاص بذلك الجهاز أو البرنامج الذي يشتغل عليه أو الـ iOS الخاص بذلك الجهاز بالنسبة للآيفون، من ثم سيقوم بتحميل ذلك الفيرموير وسيقوم بتطبيقه على البرنامج بشكل عادي جدا. وطبعا هنا فقط يجب عليك لعب لعبة الانتظار، ومن ثم ستجد أن البرنامج بدأ في إصلاح هاتفك الآيفون بتطبيق وتحديث ذلك البرنامج أو الفيرموير على الجهاز نفسه، وفي لحظات ودقائق معدودة ستجد أن البرنامج أكمل الإصلاح بالكامل وجهازك الآيفون عاد للحياة واشتغل بشكل طبيعي جدا. طبعا رابط تحميل البرنامج ستجده أسفل الفيديو في صندوق الوصف إذا كنت مهتم بطبيعة الحال، وكود تخفيض 30% إذا أردت الاشتراك في البرنامج بخطة شهرية أو سنوية، لك الاختيار. نضرب موعد في فيديو مقبل. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.